بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، التحية لكم وتحية خاصة جدا للمرأة السودانية ولحواء السودان وين ما كانت بتتابعنا. المرأة السودانية التي تميزت في كل ما تصنعه، العطور السودانية من العطور المميزة جدا والمحببة للسيدات السودانيات ولبعض السيدات من الجنسيات المختلفة. نحن اليوم نتابع فعاليات مهرجان العطور السودانية الذي ينظمه المركز السوداني لتطوير سيدات الأعمال، فأهلا ومرحبا بكم معنا عبر هذه الفعالية. مهرجان العطور السودانية يمكن بعد نجاح مهرجان التوب السوداني الحمد لله يعني غبنا الآن مهرجان العطور السودانية، وهو مهرجان لبرز وعكس إمكانيات ومقدرات المرأة السودانية في مجال تصنيع العطور، والحمد لله تمت مشاركة أكثر من 25 مصنعة للعطور السودانية، ويمكن فيها داخل المهرجان كثير من الإبداع والابتكار والجديد في عالم العطور السودانية. جديد مشاهدينا الكرام، ومن خلال جولتنا خلونا مع بعض نتعرف على واحدة من السيدات المشاركات في المهرجان. السلام عليكم. وعليكم السلام. أتعرف عليكي؟ رحيمة أحمد آدم. حبيكي يا رحيمة، وعايزينك تكلمينا عن شكل مشاركتك في المهرجان. أنت مشاركة بأي عطور؟ أنا مشاركة بجميع أنواع العطور اللي هي خمرة المحلب وخمرة الضفرة والتفاح والبرتقال والهبهان. بعدين عندي يعني ابتكاراتي انا او مستحضرات خاصه بي انا، في المخمريه السودانيه بدل المخمريه العربيه، وفي لوشن اللي هو اللوشن ده معطر للجسم كله من يعني من منتجاتنا نحن اللي هي بتاعت الخمر لوشن المحلب. في اساسا خلطه انا عاملاها للصندليه، فممكن الخلطة دي يعني أساسا بدل الزول يستعمل الصندلية مباشر يعملها في الخلطة دي ويستعملها بها. من جديد برحب بكم مشاهدينا الكرام من داخل مهرجان العطور السودانية. خلونا كمان مع بعض نرحب بالأخت علوية محمود الشيخ، وهي واحدة من النساء المشاركات في هذا المهرجان. أهلا ومرحبا كثير أخت علوية. أهلا وسهلا بكم معنا في مهرجان العطور السوداني الأول. مرحبا بك، وعايزاك توريني عن وتكلميني عن أنواع العطور اللي أنت مشاركة بها من خلال المهرجان. والله أنا مشاركة بمجموعة كبيرة من العطور السودانية اللي هي التقليدية، لكن احنا ادخلنا فيها بعض التطورات على اساس انه نقدر ننافس بها عالميا. فانا مشاركة بعطر مميز اللي هو اسمه عطر الملكة، مكون من يعني انا يعني اقترحته مكوناه من الزعفران وعليه بعض العطور اللي هي فلير دمور والصندلية وعطر جديد اسمه افشان. فأنا اقترحت الاقتراح ده ويعني فالفكرة عجبتني شديد. أستاذة علوية، من المعروف أن العطور السودانية بتتكون من الفلير دمور والضفرة والحاجات المعروفة للعطور السودانية، أنت ليه اخترتي الزعفران تحديدا عشان ما تعملي بيه عطر جديد؟ والله أنا الزعفران ريحته جميلة جدا جدا وأنا حباه، ولأنه العطور كلها من القرنفل ومن الصندل ومن الياسمين ومن النرجس، ما في حد فكر في الزعفران نهاية، فعشان كده انا النبتة عجبتني ريحتها، يعني ريحتها حلوة شديد مميزة. مختلفة وكريمات وكل ما يختص بالمرأة السودانية من صناعة المرأة السودانية
اتعرفنا عليه اليوم من خلال تجوالنا داخل مهرجان العطور السودانية اللي منظم من قبل المركز السوداني لتطوير سيدات العمل. في ختام هذا اللقاء بكرر التحية للمرأة السودانية وين ما كانت بتشاهدنا. السلام عليكم ورحمة الله.